عيد الحب قرب، تعالوا نشوف النهاردة إزاي نعمل جو رومانسي للحبيبين وإزاي نزين البيت بالمناسبة دي. هنطبع اعترافك لحبيبك بمشابك الغسيل ونحول الشوكولاتة لملايكة ونحتفل بعيد الحب مع الألبوم الجميل. أول فكرة، هنجيب سلك أحمر ولمبة ونتني السلك على شكل قلب. نعمل قلب كمان بنفس الطريقة ونثبتهم على مكعب خشب. هنشيل الجزء الداخلي من اللمبة ونضيف بداله القلبين ونكتب رسالة حب صغيرة. تذكار جميل من القلوب الدافية، مناسب جداً لعيد الحب وشكله مميز جداً. ودلوقتي تعالوا نشوف مع بعض نقدر نعمل ايه بالشوكولاتة. هنجيب قطعة من الصلصال ونشكلها على شكل كورة ونضيفها فوق الشوكولاتة، ونعمل كورتين تانيين أصغر شوية، ونجيب خيط أصفر ونعمله بالشكل ده ونثبته في كرة الصلصال بمسدس الشمع. هنرسم العين والفم ونعمل جناحين من قطعة من الفوم المطاطي ونلزقهم بمسدس الشمع، ونرسم نوتة موسيقية ونديها للملاك. دلوقتي انتي بس مش عندك شوكولاتة، لكن عندك 3 ملايكة جمال، شكلهم حلو جداً. فكرتنا اللي جاية هنحتاج ليها برواز. هنطبع خريطة ونقصها على شكل قلبين ونلزقهم جوه البرواز باستخدام الصمغ. الخريطة الأولى هي المكان اللي تقابلوا فيه أول مرة، والخريطة التانية هي المكان اللي تقابلتوا فيه لتاني مرة. ونلزق قطعتين من الورق ونرسم خطين آخرهم سهم. ودي هدية لحبيبك بمناسبة عيد الحب. الهدية الرومانسية دي هتفكركم ازاي قصة حبكم بدأت، وكمان هتفكركم بكل الذكريات الجميلة اللي ما بينكم. ايه افضل طريقة تقدر تقدم بيها خاتم لحبيبتك؟ في طرق كتير، لكن اهم حاجة ان الهدية تبقى من القلب. هنحتاج علب كتير، كل الاحجام اللي هنلاقيها. اول خطوة، هنجيب اصغر علبة ونملاها بترتر اللامع ونخبي خاتم جواها، ونلف العلبة بورق الهدايا. ونعمل علبة من الترتر أكبر منها ونقفلها ونلفها بورق الهدايا. ونكرر نفس الموضوع مع صندوق أكبر شوية، وبعدين نضيف الصندوق ده في صندوق أكبر منه. هنلف كل طبقة، وما تنساش الجليتر والترتر. ونختار ورق الهدايا برسومات مختلفة علشان نخلي عملية فك الهدايا ممتعة. أخيراً وصلنا لأكبر صندوق، هنضيف فيه الهدية ونربطه بشريط أحمر وتقدم الهدية لحبيبتك. العلبة شكلها كبير جداً، أكيد محدش يفكر إن الهدية صغيرة جداً. وفك الهدية ممتع قوي، أعتقد إنه ممتع أكتر من الخاتم نفسه. وصلنا للمفاجأة الحقيقية، أكيد ما حدش كان يتوقع إنه هيلاقي خاتم في العلبة الصغيرة دي. تعالوا نشوف ممكن نعمل إيه بشريط ورق أحمر وفتلة. هنقطع قطعة من الشريط ونتنيها من النص، ونلزق قطعة من شريط لزق بوشين على كل طرف، ونلزق الدوائر على الأطراف عن طريق شريط لزق مزدوج. هنعمل قلوب تانية كتير بنفس الطريقة، ونلزق الخيط في القلب باستخدام مسدس الشمع، ونعمل بالقلوب الصغيرة شكل قلب كبير. بوكيه جميل جداً لعيد الحب وشكله رومانسي جداً. الفكرة اللي جاية هنحتاج ليها قطعة من الكرتون وقلم. هنقص سهم من الكرتون ونلون الحدود بلون أسود فلوماستر ونتنيه بالطول، ونعمل قصات مزدوجة. نمرر قلم في الفراغات ونعمل كذا قلم بنفس الطريقة ونديهم لزمايلنا في الفصل. أي حد هياخد هدية عيد الحب اللي مش عادية أكيد هيفرح بسهم الحب من كيوبيد، لأنها هدية جميلة ومفاجأة حلوة.
لفكرة تانية هنحتاج صورة ليكم انتم الاتنين مع بعض نطبعها، ومن الأفضل على ورق كرتون تقيل، ونعلم على الصورة بالقلم الفلوماستر، ونرسم شكل قطع البازل الكبيرة، ونقص من عند الخطوط ونلخبطهم، نطبع الصورة تاني ونضيفها للكيس، ونضيف لها باقي قطع البازل. طبعاً أحسن طريقة أنكم تجمعوها كلها مع بعض. الفكرة الجديدة هنحتاج ليها قطعة من الكرتون ونرسم قلب من الحفر. بعد كده هنجيب نور شجرة الكريسماس ونمرر اللمبات في الفتحات ونعمل حواليه برواز. النتيجة أنوار جميلة، قلب بينور معمول لحبيبك، أجمل هدية وذكرى لعيد الحب. ودلوقتي هنحتاج لكرتون بكر مناديل وورق ملون وترتر. هنغطي الكرتون بالورق الملون، نتني الحروف للداخل، ونلزق عينين ومنقر أصفر، ونرسم الأجنحة على قطعة من اللباد ونقصهم ونلزقهم على البومة. نضيف الصمغ السخن ونرش عليه الترتر ونكتب رسالة حب بين الجناحين، ونعمل بومة تانية بنفس الطريقة. إيه رأيكم في الهدية دي؟ البومتين شكلهم حلو جداً. لما تكون بتحب بتبقى عايز إيدك دايماً تكون في إيد حبيبك طول الوقت، لكن في الشتاء والبرد إيدينا بتسقع على طول. هنشوف مع بعض إزاي نخلي إيدك دافية. هنحتاج 2 جوانتي، واحد رجالي وواحد حريمي. هنقص صباع الإبهام في كل جوانتي، وهنعمل فتحة من الداخل. ونخيط الجوانتيين مع بعض. وللزينة هنقص قلب من اللباد، ونخيط القلب من خيط أحمر لامع. خلصنا، الجوانتي ده هيخليكوا دايماً مع بعض. أخيراً هتقدروا تمسكوا ايدين بعض وتحسوا بالدفى حتى في عز البرد. ودلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل تحفة فنية من شمعة عادية. هنقطع الشمعة نصين، وناخد الفتيل ونقطع الشمعة لقطع صغيرة، ونجيب قالب سيليكون على شكل قلوب. هنضيف الفتيل جوه القوالب ونضيف عليهم قطع الشمعة. هندوب الشمعة في الفرن ونسيبه يبرد. نشيل الشمعة من القالب. كده عندنا شموع بلمسة حب دافية. هنصب مية في طبق إزاز كبير، ونفرش أوراق ورد على سطح المية، ونضيف الشموع على الأوراق، نولع الشمع. الشموع العايمة مع الورد مناسبة للجو الرومانسي، وهتخلي اليوم حقيقي رائع جداً. الفكرة اللي جاية هنحتاج ليها بالونات الهيليوم. هنجيب أحلى صور لينا مع بعض ونلزق لزق مزدوج في ظهر كل صورة. نسيب البالونات تطير لفوق ونلزق الصور في شرايط البالونات. الديكور اللي طاير هيعمل جو شاعري مميز، ويخليك انت وحبيبك مبسوطين. الفكرة اللي جاية هنحتاج ليها ورق فوم مطاطي ومشابك غسيل. نقص الفوم المطاطي على شكل قلب ونثبته في مشبك الغسيل بمسدس الشمع. ناخد مشبكين تانيين ونقص حروف صغيرة، ونلزق الحروف ومسدس الشمع. ختم بحبك جاهز. بالختم ده ممكن بسهولة تعترف بمشاعرك لحبيبك. نلون الختم بالفرشة، نعمل ختم بالقلب، ونلون كمان الحروف، ونختم كلمة بحبك. الاعتراف بالحب عمره ما كان بالسهولة دي. لو مش قادر تعترف لحبيبك، اطبعها بختم على كارت. عجبتكم أفكارنا لعيد الحب؟ قولولنا الفكرة اللي هتنفذوها، وما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة عن عيد الحب من ترام سيلكت.